ان شاء الله هنكمل بقيه الكورس بتاعنا النهارده. لو تفتكروا امبارح كنا اتكلمنا على موضوع اليام سيرفر، حد فيكم فاكر؟ ها حد فاكر موضوع اليام سيرفر؟ اسف بلاش اليام سيرفر، اليام كلاينت. اتكلمنا على فكره اليام سيرفر فقط، تمام؟ لو انتوا فاكرين كويس. اليام سيرفر قلنا ما هو الا عباره عن سيرفر كل وظيفته في الدنيا ان هو شايل ملفات بتاعت الار بي امز، اللي انت ككلاينت لما بتحب تعمل لها انستول بتروح تساله ها عندك الملفات دي؟ هيرد عليك ايوه عندي او لا، زائد مش هيرد عليك عندي او لا بس، هيديك كمان عنها حاجه اسمها ميتا داتا او شويه معلومات عنها كده، معلومات زياده اضافيه بتسمح لك انت ككلاينت تعرف ايه الديبندنسز او ايه بقيه الباكجز او اللايبرز اللي هي محتاجاها. وده كانت كل فكره اليام سيرفر، خلاص؟ فاليام سيرفر عباره عن سيرفر كل وظيفته في الحياه ان هو ايه؟ يهوست الفايلز بس او يسيرف الفايلز ليك ككلاينت بس، دي كل فكره اليام سيرفر. طيب النهارده تعال نبدا نتكلم بقى على الار بي امز. امبارح اتكلمنا على الار بي ام لو انت تفتكر كويس. تعال نفتح كده الوان نوت ونبدا نتكلم عليها. تعال اقفل الكلام ده كله مش محتاجينه. تعالى انا هسيب الكلام ده. طيب تعالى نبدا نكمل كده بسرعه. قلنا ملفات الار بي ام او الباكجز بتاعتنا دي، الباكجز بتاعتنا ها ما هي اللي عباره عن ايه؟ الباكجز بتاعتنا ما هي اللي عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينرز فقط لا غير، لا اكتر ولا اقل. كونتينر فيها الباينرز بتاعتك وفيها الفونتس وفيها شويه سكريبتس كمان لما تيجي تنستول الباكجز بتعمل لك شويه حاجات. يعني مثلا عندك باكج عايز تعمل لها انستول، الباكج دي محتاجه ان في يوزر يكون موجود على سيستم عندك، وليكن مثلا الاباتشي. الاباتشي لما تحب تعمل له انستول بيكريت بشكل اوتوماتيك يوزرز عندك وجروبس، ها او بيكريت يوزر وجروب خاصين بيه، تمام كده؟ فبيكون مع الباكج نفسها سكريبتس بت ايه بتعمل الكلام ده كله، تمام كده؟ فالباكج ما هي اللي عباره عن ايه؟ ها بكل بساطه الباينريز، الكونفيجريشن فايلز، السكريبتس، الفونتس، كل الحاجات الخاصه ها بسوفت وير معين مضروبين كده في الخلاط كلهم مع بعض، يطلع لك ملف واحد. الملف ده ممكن تستخدمه عشان ايه؟ ها تنستول السوفت وير ده او تعمل له ان انستول في اي لحظه. كل وظيفتها في الحياه ان هي تسهل عليك الدنيا كادمنستريتور لا اكتر ولا اقل، تمام كده؟ طيب كلام جميل. وقلنا برضو كمان ان الباكج مانجر بتاعنا بتاع ريد هات اسمه ار بي ام، صح؟ تمام. لو جيت شفت انت كده اسم اي باكج، اسم اي باكج في الدنيا ايا كانت هيكون ليها كده اسم يسهل عليك تعرف الباكج دي رايحه فين وجايه منين، تبع ايه، بتاعت ايه، ايه الاركتكشر بتاعتها. الاسم بتاعها بيكون كالاتي: الباكج نيم. تعال خليك تبص عليه الاول كده عشان تبدا تفهم انا اقصد ايه. تعال لي هنا كده على التيرمينال. لو انت فاكر امبارح cd slash var cache yum بص لي هنا كده، بص لي كده على اسم الباكج دي، بص لي كده على اسم الباكج دي. اول حاجة عندك ده اسم الباكج، خلاص؟ تعال نختار لون تاني يكون افضل كمان. اهو بص لي هنا كده، ده اسم الباكج اهو، تمام كده؟ ها ده اسم الباكج. طيب امال ده ايه؟ امال ده ايه؟ ده ايه بالنسبه للباكج؟ ده الفيرجن بتاعتها، ده الباكج نيم.
امال ده ايه؟ دي الباكج فيرجن. خلاص كده؟ امال ده ايه؟ ها دايما الرقم اللي بعد الداش ده بيكون المينور باكج فيرجن. خلاص؟ ايه المينور باكج فيرجن دي؟ بكل بساطة اعتبره ها ان الريليز رقم كذا فيها او الابديت رقم كذا فيها. طب ايه الفرق بين الباكج فيرجن والمينور باكج فيرجن دوم؟ بكل بساطة الباكج فيرجن ده بيكون ابديت رئيسي للباكج دي، يعني في تغيير كبير حصل في الباكج دي. تمام؟ امال ايه الفرق بينه وبين المينور؟ المينور ده بيكون تغيير بسيط، مثلا عبارة عن باك فيكس حصل في الباكج دي، او عبارة عن انهانسمنت صغيرة حصلت في الباكج دي. تمام كده؟ طب امال ايه 2 وايه 3 وايه الارقام 1 ومش عارف ايه؟ بص دايما عود نفسك كده لما يكون في مثلا الاصدار بتاع اي باكج 1 بقى 2، ها من 1 ل 2 ده ابديت كبير جدا، ممكن يكون اتعمل ها ري رايت للباكج من اول وجديد، او مثلا نص الكود بتاع الباكج اتشال واتغير. مثلا من 1.0 ل 1.1 او 1.2 حصل تغيير، بس مش تغيير كل الكود، يعني ما وصلش المرحلة. ممكن تقول مثلا ممكن يكون 20% من الكود مثلا او 15% من الكود اتغير، تغيير كبير برضو، بس ما وصلش لمرحلة ان انت غيرت كل الكود اللي في الباكج. تمام كده؟ ايوه حاجة شبه كده. عادة ده للديفلوبرز او الاسلوب الديفلوبرز بيستخدموه. طبعا ما تقدرش تجبر ديفلوبر على اي طريقة يعني، بس بقول لك ده عادة، عادة لما الديفلوبرز بيابديت الباكجز بيكون ده اقول لك ايه السيناريو بتاعهم. تمام؟ ماشي كده؟ طيب ايه بقى؟ يبقى احنا كده عرفنا ده اسم الباكج، وده الباكج فيرجن خلاص، او المين باكج فيرجن، وده الريليز نمبر خلاص، او المينور فيرجن ايا كان الاسم بقى بغض النظر عن الكتاب اللي بتذاكر منه. بعد كده مين اي ال 7 ده؟ اي ال 7 ده اختصار لانتربرايز لينوكس 7. ايه ال 7 ده؟ بص ريد هات دايما لما بتريليز ار بي ام للناس بتحاول تقول لك الباكج دي كومباتبل مع ها مع انهي ريليز بالظبط. ليه كده؟ يعني في بعض الباكجز بتبقى كومباتبل مع سبيسيفيك ريليزز، يعني في باكجز ما ينفعش تستخدم الا مع 6 بس، وفي باكجز ما ينفعش تستخدم الا مع 7 بس. فدايما ريد هات بتحاول عشان تفهمك خلي بالك دي بتاعت انهي ريليز. في باكجز تانية ممكن تشتغل على 5 وعلى 6 وعلى 7 وهكذا، مش فارق معاها. تمام كده؟ فهتفرق معاك في حالة ان انت عندك ايه؟ باكج والباكج دي كومباتبل مع ريليز معين بس. ماشي كده؟ تمام؟ كلام جميل. بص لي بعد كده هنا هتلاقي بعد كده حاجة صغيرة كده نو ارك. ايه نو ارك دي كمان؟ تعال نمسح الكلام ده. ايه النو ارك ده؟ ها ايه النو ارك ده؟ نو اركتكشر. النو ارك ده اختصار نو اركتكشر. ايه النو اركتكشر دي؟ بكل بساطه الباكج دي لما انت نزلتها هتشتغل على اي نوع من البروسيسورز. والله عندك انواع من البروسيسورز موجوده زي مثلا الاكس 86 وعندك ها الاكس 64. خلاص كده؟ فانت لما تداونلود الباكج دي وفي عندك الارم بروسيسورز. خلاص؟ في عندك كميه بروسيسورز كتيره جدا، فانت لازم تعرف برضه الاند يوزر ده اللي هيداونلود الباكج عمل لها انستول هي الباكج دي كومباتبل مع انهي ها مع انهي بروسيسور عندك. فالاكس 86 ده عاده مش عاده الاكس 80 ده ال 32 بت. الاكس 64 ده ال 64 بت. بقيه الريليزز هتلاقي للارم وهتلاقي للسان سبارك وغيره وهكذا يعني. ماشي كده؟ لو لقيت نو ارك ديا، نو ارك معناها ان هي كومباتبل مع ها تقريبا اي بروسيسور يعني. بيقول لك يعني مفيش اركتكشر محدده تشتغل عليه، تشتغل على اي حاجه زي ما بقول لك بتفوت في الحديد، حطها على اي اركتكشر هتشتغل معاك. ماشي كده؟ وفي الاخر هتلاقي عندك الريليز ها دوت دوت ار بي ام اللي هو امتداد الباكج نفسها. مفيش اي اختراع في الحته دي، اعتقد كده واضحه.
اعتقد كده واضحه. ها حد عنده مشكله في الحته دي؟ طيب لو انت عامل داونلود لباكجز ها من سنتوس وكانت سنتوس عدلت فيها، يعني مثلا انت منزل الاباتشي اهون خلاص، انا حاليا بستخدم سنتوس، يعني لو جيت هنا عندي وقلت له تعال نمسح كل الكلام ده، بصوا لي كده، انا مشغل عندي مين دلوقتي؟ انا مشغل عندي سنتوس اهون، انا مشغل عندي سنتوس، تمام كده. طيب لو انت كنت منزل باكج بقى من سنتوس والناس بتوع سنتوس عدلوا في الباكج دي، بالمناسبه تاني بعيد، سنتوس بيستخدم نفس الكود بيز بتاع ها بتاع ريد هات، ماشي، فنفس الباينري اللي هنا ونفس الباينري اللي هنا، بس تعديلات سنتوس هتلاقيها لايه، ها شلك مثلا الباك جراوندز، شلك الاسم بتاع ريد هات من عليها وحط لك اسم سنتوس عليها، بس ادا كل التعديل اللي حصل، مفيش اي اختراع عملوه، تمام كده. طيب كلام جميل. طيب نرجع تاني لموضوعنا بقى، فبص لي هنا كده، ها سنتوس اهو، لو الديفلوبرز بتوع سنتوس كانوا عدلوا في الباكج، يعني مثلا شالوا اللوجوز بتاع ريد هات وحطوا اللوجوز بتاعتهم وهكذا، هتلاقي انهم ضافوا في الاخر ايه، ها كلمه سنتوس، هتلاقيها اي ال 7 دوت سنتوس دوت سنتوس، دي معناها ها ان الديفلوبرز بتوع سنتوس عملوا ايه، ها عدلوا فيها، تمام. خليك فاكر ان نفس الباينريز او نفس الكود بيز بتاع سنتوس ونفسه بتاع ريد هات، لكن ما هم ما يقدروش في الحقيقه يستخدموا ايه، يستخدموا اسم ريد هات في اي حاجه بيعملوها، لان ده يبقى ايه، مخالفه لحقوق الملكيه الفكريه، ماشي، خليك فاكر الحته دي بس. يبقى كده لو جبت لك اسم اي باكج تقدر تحدد لي ايه الباكج دي وراحه فين وجايه منين، تقدر تقول لي دي ريليز لانهي بروسيسور، طب تقدر تقول لي دي ريليز لاي نسخه من لينكس بتاعك، دي رايحه للريليز 6 ولا ريليز 7 ولا مين بالظبط، ها طب تعرف تقول لي الفيرجن بتاعتها كام، طيب الريليز بتاعها كام او المينور فيرجن بتاعتها كام، ها يبقى من اسم اي باكج دلوقتي تقدر تعرف كل حاجة عنها بالتفصيل في ثانية، ها بمجرد الاسم بس. يبقى الاسم كده مش مجرد اسم وشوية أرقام مرمية وخلاص، لا ده الاسم ده ممكن يفهمك إيه اللي بيحصل حواليك، ماشي كده. طيب كلام جميل، تعال تعال امسح الكلام ده، ماشي، تعال كده وناخد مثال عليها. لو احنا لو انت فاكر امبارح يام ريموف اتش تي تي بي دي اهون، شلنا الاتش تي بي دي اللي هو الاباتشي اللي احنا عملنا له انستول امبارح، لو انت فاكر برضو احنا بعد ما عملنا له انستول احنا عملنا له داونلود ولسه ما زال ها الار بي ام فايل موجود، فاكر؟ طيب لو انت ملف الار بي ام، تعال ناخد كده ملف الار بي ام كده، تمام، ادي ملف الار بي ام موجود عندي اهون داونلودد، ها لو عندك ملف ار بي ام اوريدي داونلودد، هل انت لازم تستخدم اليام؟ هقول لك لا، مش لازم تستخدم اليام خالص، مش لازم، انت مش محتاج تستخدم اليام. طيب كلام جميل، تعالى كده ايه، لو انت قلت له يام انستول، افرض بلاش يام انستول، في حاله ان انت كنت عامل داونلود لباكجز اوف لاين من فيندر معين، يعني اديك مثال، مثلا انت كنت عامل داونلود لحاجه اوراكل او حاجه دي بي 2 مثلا او جايب سبلانك، ها وداونلود عملوه داونلود عندك على الجهاز، هل انت محتاج تستخدم اليوم في الحاله دي؟ هقول لك لا، انت مش محتاج تستخدمه، انت محتاج في الحاله دي تستعمل ايه؟ تستعمل الكوماند اللي اسمه ار بي ام، يعني لو ملف الار بي ام اوريدي موجود عندك ها ممكن تستخدمه بشكل مباشر، خلاص كده؟ كنت تقول له كده ار بي ام داش اي، داش اي معناها ايه؟ فاكر يام انستول؟ ها فاكر يام انستول؟ كنت اقول له كده ار بي ام داش داش انستول واسم الباكج بس، خلاص شكرا، اهو اتعمل لها انستول، اتعمل لها انستول،
خلاص. طيب لو حبيت تعمل لها ديليت ار بي ام داش داش اريز اسم الباكج بتاعتك اهو. اسف الاسم بس، الاسم فقط. انا عملت اوتو كومبليت فايه؟ فراح جايب لي ملف الار بي ام كله كامل اهو، اتعمل لها اريز بس. خلاص كده؟ ها وضحت الحته دي؟ ماشي، هتكلم عليهم دلوقتي حالا، هتكلم ما تستعجلش بس واحده واحده. ممكن سهل الدنيا على نفسك قوي، تعال انستول مره تانيه، وبدل ما تقول له داش داش انستول ممكن تقول له كده داش اي وتريح نفسك. داش اي معناه اعمل انستول، يعني ايه؟ وفر على نفسك السكه يعني. طب لو عايز تعمل له اريز ممكن تقول له كده ار بي ام داش اي عشان تعمل له ها تحذفه. برضو بعمل اوتو كومبليت، معلش ايدي ومتعلم متعوده ان هي تاخد على التاب. بس لما تيجي تعمل ديليت اعمل ديليت باسم الباكج بس، لما تيجي تعمل انستول محتاج تقول له الفول باث بتاعها، يعني مكان ملف الار بي ام كامل، وده شيء منطقي يعني مفيش اي اختلاف، مفيش اي حاجه جديده علينا في كده. طيب كلام جميل. وانت كنت بتعمل انستول احنا مسحناها، وانت كنت بتعمل انستول هنا لاحظ ان احنا عملنا انستول ما وركاش اي بروجرس، ممكن تكون الباكج بتاعتك كبيره جدا، يعني مثلا اوراكل مثلا، عارف انت بتنستول اوراكل ممكن تقعد فيها مثلا اكتر من 3 اربع ساعه تعمل انستول ليها، تخيل. طبيعي يعني بتقعد ما بين 30 ل 45 دقيقه انستول اوراكل، فتخيل لو انت بتنستول باكجز كتيره جدا بالمنظر ده وعايز تشوفها البروجرس بتاعها، يعني سيستم ادمن وعايز تشوف هي وصلت كام في الميه، 5% ولا 10% ولا 20 ولا 50 ولا 100 ولا وصلت فين بالظبط، فانت ممكن تقول له كده ار بي ام داش اي، ممكن تحط معاه اوبشن كمان زي في، في دي معناها فيربوس، فيربوس ده يعني بص بالبلدي كده بقول له وريني ايه اللي بيحصل، ممكن تقول له معاه كمان اوبشن زي اتش، اتش دي معناها هاشد، يعني بقول له وريني اللي بيحصل ووريني النسبه المئويه بتاع البروجرس كهاشز عندك. خلاص تعالى كده بص ايه اللي هيحصل دلوقتي. اول حاجه لما قلت له في جاب لك اهو ايه اللي بيحصل، في فيربوس جاب لك المعلومات. طب هاشد بص هاشد كده، بص الهاشز دي بيحسب لك بالنسبه المئويه، تلاقيه بيجري قدامك بس لان الباكج صغيره فانت مش شايف من 1 ل 2 ل 3 ل 10، فتلاقيه بيجري قدامك وهو بيعمل انستول. لو باكج كبيره شويه باكج 100 ميجا كده ولا حاجه هتلاقيه بقى يعد لك اه خلصت 5% لا 8% لا 10% وهكذا، فبتخليك تشوف ايه اللي بيحصل حواليك. ماشي كده؟ ها حد عنده مشكله في اللي انا قلته لحد دلوقتي؟ يبقى لو عندك باكج داونلودد تعرف تعمل لها انستول او ريموف؟ ها لو عندك باكج داونلود تعرف تعمل لها داونلود، اسف تعرف تعمل، لو هي داونلود تعرف تعمل لها انستول او ريموف؟ اعتقد سهله جدا. طيب كلام جميل. طب لو عايز تعرف الانفو بتاع الباكجز، او لو عايز تعرف كل الباكجز اللي موجوده عندك اساسا، ها لو عايز تعرف كل الباكجز تليست كل الباكجز اللي انستولد عندك على السيستم كنت تقول له كده كويري اول داش كيو اي، ها معناها ها كويري اول داش كيو اي معناها كويري اول، هيكويري السيستم بتاعك على كل الباكجز اللي انستولد عندك. شايف؟ تعالى كده ناخد الكلام ده كده بايب على لس ونشوفها. شايف؟ دي كل الباكجز اللي انستولد عندك، دي كلها من اولها لاخرها. ها وضحت الحته دي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب افتح بس الشباك عشان الجو حر موت يعني. طيب تعالوا نكمل بقى كده. ممتاز. لو عايز، لو تخيل لو كان عندك باكج زي دي كده موجوده عندك، عندك باكج موجوده وعايز تعمل لها ها تعرف معلومات الباكج دي، يعني فاكر مع اليام كنت بقول له كده يام انفو اسم الباكج صح؟ طب لو عندي ار بي ام ممكن اجيب معلومات الار بي ام دي؟ ايوه والله في عندك حالتين دلوقتي، ممكن تكون ممكن يكون ملف الار بي ام انستولد او ممكن يكون لسه مش انستولد، فلو الملف انستولد عندك ها
لو الملف مش انستولد عندك، او تعال نبدا الاول بلو هو مش انستولد ماشي. لو هو مش انستولد ممكن تقول له كده كيو بي اي كويري باكج انفو خلاص. وطالما قلت له باكج هنا الاوبشن بي دون، معناها لازم تقول له اسم الباكج، الباث بتاعها لازم تقول له الباث، فانت لازم تدي له الباكج لو هي لازم تكون الباكج داونلودد وموجوده. خليك فاكر الحته دي، مع كيو بي اي مع البي معناها ان الباكج لازم تكون موجوده، ما تحاولش خلاص ماشي كده اهو، هيجيب لك معلوماتها كلها بالتفصيل الممل عنها خلاص كده. طب لو الباكج كانت انستولد عندك، ها لو الباكج اصلا اوريدي انستولد ممكن تجيب معلوماتها. اقول لك ايوه ار بي ام داش كيو، ها كيو اي واسم الباكج بس خلاص. الفرق بين ده وبين اللي فات ان ده سالته على الباكج اللي هي موجوده عندي على الهارد ديسك، انما ده سالته على مين، ها على اللي اوريدي انستولد عندي. وصلت الحته دي؟ يبقى لو الباكج موجوده في ايدك كده عامل لها داونلود، ها هتستخدم معاها اوبشن ايه، ها بي. لو الباكج اوريدي انستولد مش محتاج تستخدم الاوبشن بي. ها وضحت الحته دي تمام؟ طيب كلام جميل. اللي بعده تعال كده بقى نتكلم على السيناريوهات السيئه جدا مع الار بي ام. تعال نتكلم على السيناريوهات السيئه مع الار بي ام. ايه يا عم موضوع السيناريوهات السيئه مع الار بي ام دي؟ بكل بساطه لما قلت لك ان اليام اصلا اتعمل عشان يحل مشكله موجوده في الار بي ام او مشكله موجوده في كل باكج مانجرز القديمه اللي هي ايه؟ الديبندنسز. لو انت فاكر كويس الموضوع ده امبارح بص لي كده، تعال اول انا هبريك الديبندنسي بتاع ال اتش تي بي دي. يام ريموف اتش تي تي بي دي، تعال نعمل لها ريموف، وتعال نعمل كمان يام ريموف اي بي ار دي باكج مطلوبه لمين؟ ها دي باكج مطلوبه ال اتش تي بي دي. انا عارف انا عارف بشكل يعني مسبق ان هي مطلوبه. فتخيل كده لو انت جيت حبيت تنستول حاجه زي دي ار بي ام داش اي في اتش للباكج اللي اسمها اتش تي بي دي. اتش تي بي دي انا عامل لها داونلود عندي، بس اتش تي بي دي معتمده على باكج ثانيه اسمها اي بي ار. انا دلوقتي انا يعني انا بتخيل سيناريو ان انا ما كنتش اعرف ان اي بي ار دي موجوده، فهي مش انستول عندي على السيستم. هي كان معمول لها انستول لان انا امبارح عملتها مع اليوم، فانا عشان كده شلتها بايدي دلوقتي خلاص. لكن لو انت ما كنتش عامل انستول الاباتشي قبل كده فاكيد ما كانتش هتبقى موجوده عندك على السيستم. بص كده ايه اللي حصل عندك، شفت ايه اللي حصل؟ طلع عندك وقال لك ايرور فيل ديبندنسي، وقال لك الباكج اللي اسمها اتش تي بي دي تولز از نيدد باي اتش تي بي دي. مش كده بس، قال لك عندي بعض اللايبرز كمان ميسنج، في مشكله هنا. فدي كانت اكبر مشكله بتقابل مين، ها كانت اكبر مشكله بتقابل الار بي ام حرفيا. دي أسوأ حاجة موجودة في أي باكج مانجر، سواء أنت كنت على ويندوز، على لينكس، على ماك، أيا كان بقى، إن موضوع الديبندنسز ما يتعملوش، ما بيتعملوش ريزولوشن بشكل أوتوماتيك. تمام كده؟ واضحة الحتة دي؟ ها ماشي؟ فقلت لك كان الحل الطبيعي، الحاجة اللي بعد كده، كان الحل الطبيعي إن أنا أستخدم حاجة تريزولف، بنسميها كده ريزولفنج، تحل مشكلة الديبندنسي. طيب السؤال اللي بعد كده، بص أنا دلوقتي عملت حاجة غريبة جدا اللي هي إيه؟ أنا دلوقتي عندي الباكج أوريدي داونلودد أهي موجودة عندي صح؟ تفتكر الأسهل إن أنا أروح أقول له كده يام انستول اتش تي بي دي مرة ثانية؟ ها تفتكر إيه الأحسن؟ أروح أقول له يام انستول اتش تي بي دي؟ يا اما انستول اتش تي بي دي في الحاله دي هيكون يعني اقول لك ايه، خيار سيء جدا جدا بالنسبه لك. عارف ليه؟ ها ليه الحكايه دي؟ لان الباكج اصلا انستولد، انت هنا مش حاسس بالمشكله لان الباكج كلها على بعضها حجمها 2 ميجا ولا حاجه ولا 3 ميجا، فمش فارق معاك. انما تخيل بكلمك على باكج حجمها 300 ميجا مثلا او باكج 500 ميجا، ها وانت اصلا عملت لها داونلود. بس خلي بالك
هي موجودة أو الباكج عندي، بس أنا مش عارف الديبندنسي. قال لك بص اليم يا عم هيساعدك يحل المشكلة دي، وهيديك أوبشن حلو جدا اسمه لوكال انستول. ولوكال انستول ده بتديله باكج أصلا أوريدي موجودة عندك أهي، هيروح يشوف الباكج دي ايه الديبندنسز بتاعتها، يعمل لها ريزولف، ينزل الديبندنسز من اليام سيرفر، وياخد الباكج اللي هي موجوده لوكالي دي، ها يعمل لها ايه؟ يعمل لهم انستول كلهم على بعض ويحل لك المشكله. يبقى لو انت كان عندك باكج اوريدي اصلا موجوده زي اوراكل مثلا، بس اوراكل دي محتاجه او وليكن سبلانك، انت منزل سبلانك عندك، وسبلانك ده حجمه 100 ميجا تقريبا، انت اوريدي عملت له داونلود، بس انت مش عارف ايه انت مش عارف ايه الديبندنسي بتاعته. اسهل حاجه طالما هو اصلا اوريدي داونلودد عندك، اعمل له ايه؟ ها لوكال انستول. لوكال انستول هيشوف الباكج اللي انت عايز تعمل لها انستول دلوقتي، هي موجوده لوكالي اه، بس الديبندنسي بتاعتها ايه؟ وليكن باكج اكس وواي وزد، هيروح يجيب بس اكس وواي وزد من اليام سيرفر اللي موجود عندك، وايه؟ ويعمل لها كلها انستول. تعال جرب كده وشوف ايه اللي هيحصل. بص لي كده ايه اللي حصل؟ قال لك ايه؟ قال لك ان هانستول اتش تي بي دي، بس هانستولها منين؟ انا ريبوزيتوري، ها شايف؟ قال لك مثلا انا هانستولها من الباكج اللي انت مديها لي اساسا. شفت ايه الفرق؟ بس الباقيين هيجيبهم من مين يا عم؟ من انهي ريبوزيتوري؟ ها من ريبو اللي اسمها بيز، فاكر؟ ها فده ممكن يوفر عليك وقت اللي ممكن تستخدمه ان انت تداونلود حاجه هي اصلا موجوده عندك. تمام كده؟ ها وضحت الحته دي؟ تمام؟ طيب كلام جميل. تعال نرجع للار بي ام مره ثانيه، تعال نرجع للار بي ام مره ثانيه. ممكن اقول له بقى كده كمان ار بي ام مان ار بي ام، تعال نشوف كده الار بي ام ده. تعال نجرب السيناريوهات ديت. ممكن تقول له كده ار بي ام داش يو، يو معناها ايه؟ يو معناها ابجريد، يو معناها ابجريد، خلاص. قال لك اوريدي انستولد عندك، فلو انت عندك باكج عملت لها داونلود وهي احدث من باكج موجوده عندك وعايز تعمل لها ابجريد، ها هتعمل ايه؟ ممكن تستخدم ار بي ام داش يو. ماشي، تعال كده نمسحها ار بي ام داش اي، ار بي ام داش اي اتش تي بي دي بس كده. لو جيت تقول له كده ار بي ام داش يو، تعال نحط معاها اوبشن في و اتش للباكج دي، خلاص كده. بص ايه اللي حصل مع داش يو، لو الباكج ها لو الباكج موجوده هيعمل لها ابجريد، طب لو مش موجوده هيعمل لها ايه؟ ها هيعمل لها انستول. خليك فاكر الحكايه دي، يبقى خلي بالك كمان اليو كابيتال اهي عشان ما تنساش. فلو انت عندك باكج موجوده وانت عملت داونلود للار بي ام فايل النسخه الجديده بتاعتها، ممكن تعمل لها ابجريد. ايوه نفس الحكايه، كنت ممكن تعملها بشكل اسهل وتقول له كده يام ابديت واسم الباكج بتاعتك، فاكر؟ بس انا بتكلم في سيناريو ان انت اصلا عامل لها داونلود عندك، انا بتكلم في سيناريو تاني انت عامل لها داونلود، خلاص. فانت في عندك طريقتين، لو الباكج اصلا اوريدي داونلودد او لو هي لسه مش داونلودد. لو لسه مش داونلودد يبقى الاسهل لك تستخدم مين؟ اليام. لو هي اوريدي داونلودد يبقى اسهلك تستخدم مين؟ الار بي ام طبعا. ماشي. طيب كلام جميل. في عندك كمان اوبشن مع الار بي ام اسمه ار بي ام داش اف كابيتال اف، ممكن تستخدم معاه في اتش، خلاص. ايه اف في اتش دي؟ اف دي معناها فريشن. ايه فريشن دي؟ فريشن بكل بساطه، ها تعالى كده اوريها لك من المان، مان ار بي ام اهو.
بص لي كده، اقرا كده السطر دول، بيقول لك ان داش اف اوبريشن دي عشان يابجريد الباكج لازم تكون كان في نسخه من الباكج دي اوريدي موجوده قبل كده. طب لو ترجمنا الكلام ده للي احنا قلناه من دقيقتين بالظبط، ايه الفرق الوقت بين داش يو وداش اف؟ ايه الفرق بين داش يو وداش اف؟ بكل بساطه ان داش يو مش هتفرق معاها هل في كان نسخه قديمه من الباكج موجوده ولا لا. يعني لو قلت له داش يو هيروح يبص عندك على السيستم، والله لو لقى نسخه قديمه هيعمل لها ابجريد، لو ما لقاش نسخه قديمه ها هيعمل انستول. لكن اف كان لازم يكون في نسخه قديمه موجوده قبل كده. تاني، مع كابيتال اف فريشن معناها ان على الاقل كان لازم يكون في نسخه قديمه موجوده قبل كده. وصلت؟ ها واضحه الحته دي؟ طيب كلام جميل. يبقى احنا كده عرفنا نعمل كويري للباكج. في حاجه كمان ممكن اقول لك عليها قبل ما انسى، ممكن اقول له كده rpm-qf. لو عايز تعرف ايه الفايلز اللي اتعمل لها انستول عن طريق باكج معينه، ها الباكج دي اوريدي انستول، يعني مثلا لو انت كان عندك الاباتشي موجود قبل كده تعالى كده كيو اف، اسف ايه اللي انا عملته ده، تعال اول كيو بي اف كده اتش تي تي بي دي اللي انا عاملها داونلود ديا. ار بي ام داش كيو اف وليكن اي تي سي اتش تي تي بي دي وليكن، بس كفايه قوي، حلو قوي. تعال انا عندي ملف ومش عارف الملف ده انهي باكج اللي عملت له، ها انا عندي ملف ومش عارف انهي باكج اللي عملت له انستول، او عندي دايركتوري ومش عارف انهي دايركتوري مين اللي عمل له انستول بالظبط، ممكن تستخدم ايه؟ ها كيو اف. خلاص كده، بس خلي بالك كيو اف هتستخدم في حاله واحده، ان انت كانت الباكج دي اصلا اوريدي انستولد، وده شيء منطقي لان الملف عندك موجود فين؟ ها موجود فين؟ موجود اهو عندك على الفايل سيستم. بص لي كده، قال لي مين اللي عمل انستول الملف ده؟ قال لي ايه؟ ها الباكج اللي اسمها اتش تي بي دي بالاصدار كذا بالنسخه كذا للريليز كذا، جاب لك معلوماتها بالتفصيل. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. ممكن تقول له كمان ار بي ام داش كيو بي اف لا اللي كنت عايز اقول له كان اللهم صل على النبي، اهي ار بي ام داش كيو بي ال خلاص اتش تي بي دي. انا عندي باكج لسه ما عملتلهاش انستول، عايز اعرف ايه الملفات اللي هيتعمل لها انستول بعد ما تعمل ايه؟ ها بعد ما تعمل ايه؟ بعد ما تعمل انستول للباكج دي. يعني انت دلوقتي عندك باكج لسه في ايدك لسه ما تعملهاش انستول، عايز تعرف ايه الملفات اللي هتتكريت عندك بعد ما تعمل لها انستول. ها عايز تلست الملفات دي، عايز تلست الملفات اللي هتتكريت لو انت عملت انستول للباكج دي اهو. خلاص كده، تعال ناخد الكلام ده كده على لسه عشان تبقى شايفه، هيديك لسته بكل الملفات اللي هيتعمل لها انستول لو انت عملت انستول للباكج دي. طيب لو الباكج اصلا اوريدي انستولد عندك، لو الباكج اوريدي انستولد ممكن تقول له كده ار بي ام داش كيو ال للباكج اللي اسمها اتش تي بي دي اهو. خلاص كده ماشي، لسه هتكلم على الاوبجكتس قريب ان شاء الله، اصبر على رزقك ما تستعجلش، دي كلها موديولز، لسه هكلمك على الاوبجكتس كمان حبه حلوين كده ما تستعجلش. خلاص كده طيب يبقى باختصار شديد عندك ايه؟ عندك حاجتين،
لو الباكج اوريدي انستولد مش هتحتاج معاها الاوبشن اللي اسمه بي. لو الباكج مش انستولد هتحتاج الاوبشن اللي اسمه بي عشان ما تقعدش تعذب نفسك. خلاص كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب كلام جميل. تعالى نرجع تاني كده. في حاجه كمان عشان ما انساهاش بالمره، بدل ما لسه بدل ما افتكرتها نقفل المان دون. كنا نقول له كده ار بي ام داش كيو سي. كيو سي للاباتشي او مثلا للباكج اللي انا اسمها اتش تي بي دي عندي ديت. عارف كيو سي دي معناها ايه؟ ها كويري الكونفجريشن. بقول له وريني ايه ملفات الكونفجريشن اللي هيتعمل لها انستول ها عن طريق الباكج ديت. لو عايز تعرف ايه ملفات الكونفجريشن بس. وصلت؟ طب لو عايز ايه تعرف ايه بالظبط ايه ملفات الدوكيومنتيشن اللي اتعمل لها انستول عن طريق باكج معينه. كيو دي معناها دوكيومنتيشن. يبقى لو عايز تعرف ايه ملفات الكونفجريشن ها سهله. لو عايز تعرف ايه ملفات الدوكيومنتيشن برضو سهله. طيب ايه كمان؟ مش فاكر والله. كانت كمان ار بي ام كده راحت فين؟ ماشي RPM داش كيو داش داش سكريبت. بص لي كده لو عايز تعرف ايه السكريبتات اللي بتتنفذ او ايه السكريبت اللي بتتنفذ في الوقت اللي انت بتيجي تنستول الباكج فيه ها ممكن تستخدم RPM داش كيو كويري داش داش سكريبت للباكج دي. خلاص. طب لو الباكج ما كانتش لسه انستولد لو لسه موجوده عندك اكيد هتحط مين؟ خليك فاكر بقى، ما خلاص انت حفظت اللعبه بقى مش محتاج اقعد اقولها كل شويه صح. لو الباكج ما كانتش لسه انستول انت لسه عاملها داونلود ولسه ما اتعملهاش انستول. بس ده معناه لو انت عملت كده معناه ان الباكج اصلا لازم تديله الباث بتاعها كامل. خليك فاكر تديله بقى بقيه الفيرجن بتاعتها. ماشي؟ ها وضحت؟ زي ما الراجل العماد ده بيقول لو الباكج مش انستولد اكيد هتضيف الاوبشن بي وتديله الباث كامل. لو الباكج انستولد اديله الاسم بتاعه وخلاص، شيء منطقي يعني. فلو عايز تعرف لما الباكج دي ها هيتعمل لها انستول في حالتنا طالما استخدمنا الاوبشن داش بي، بص لي كده بري انستوليشن هيعمل لك الكلام ده. فاكر لما قلت لك ان ممكن لا مش ممكن الاباتش عشان يشتغل محتاج يضيف يوزرز ومحتاج جروبس؟ شايف كل الكلام ده هيتعمل ها عشان الاباتشي يتعمل له انستول الاول. وده ها بري ان انستول. لو جيت عمل له ان انستول هيعمل الكلام ده. وضحت؟ فلو عايز تعرف ايه الكونفجريشن اللي هيتنفذ او اسف ايه السكريبتس اللي هتتنفذ لما تيجي تنستول باكج او ايه السكريبتات اللي اتنفذت لما عملت انستول لباكج او ايه الكونفجريشن بتاع باكج معينه هيتحط او ايه الدوكيومنتيشن، تقريبا اي حاجه عن باكج ممكن تعرفها سواء هي انستول او لسه في ايدك لسه ما اتعملهاش انستول. ها وضحت الحته دي؟ ها حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ طيب نرجع تاني كمان ار بي ام.
الحاجة الأخيرة بس اللي عايز أقولك عليها عشان ما انساش كمان، تعالى هنا يا سيدي، فين فين؟ هل انت ممكن تفورس تانستول الباكج؟ هل انت ممكن تانفورس انستول الباكج؟ كنت تقول له كده rpm داش ivh، كنت تحط معاها اوبشن سمول اف، اف دي معناها ها فورس انستول الباكج ديت. بس خليك فاكر ان الاوبشن ده خطير جدا جدا جدا، لان انت ممكن تانستول باكج والباكج دي ما يكونش ليها ايه الديبندنسي بتاعتها متحققه، فايه اللي يحصل؟ السيستم بتاعك بقى ها بروكن سيستم، بقى عندك خوازيق ما حصلتش. يعني هتيجي تانستول اي حاجه تانية يطلع لك بلاوي في وشك، تديك على وشك كده بالقلم وتقول لك الحق مش عارف اعمل انستول لاي حاجه. فانا ما انصحش تستخدم اوبشن زي ده اللي هو تفورس انستول الباكج بتاعتك، خلاص ده خيار سيء جدا جدا بالنسبه لك، ماشي كده؟ طيب الحاجه الاخيره بس، انا دلوقتي عندي باكج، انا دلوقتي عندي باكج ماشي، انت ازاي تتاكد ان الباكج دي جايه لك ها وتراستد قبل ما تعمل لها انستول؟ ازاي تتاكد ها ان الباكج دي تراستد قبل ما تعمل لها انستول؟ ها سؤال كده، سؤال ليكوا يعني، ازاي اتاكد ان الباكج دي مفيش فيها خوازيق؟ يعني ممكن انا مصطفى صاحب كوم اروح اقول لك خد يا عم الباكج دي حلوه قوي، ده جميل، ده هيديك ميديا بلاير ممتاز، بس في نفس الوقت اكون حاطط لك تروجن عليه او حاطط لك ورم عليه او فيروس هيعمل لك حاجه معينه، خازوق من خوازيق هتحصل هتلبس فيها، ماشي كده؟ ايه اللي ياكد لك ان الباكج دي تمام؟ ليها سيرتيفيكت؟ ها حد عنده اجابه تانية؟ حد عنده اي اجابه تانية؟ بتحط جي بي جي كي. ايوه بالظبط كده، بص لي كده، اي باكج بتطلع من ريد هات، ريد هات بتعمل لها ساين بالكي بتاعها، خلاص. وهكلمك على الكيز ده بالتفصيل الممل، ايه موضوع الكيز ده؟ بكل بساطه ريد هات كده بتاخدها، شفت السجل المدني ها عنده ختم كده بيمضي على اي ورقه طالعه من عنده، هي نفس الحكايه بالظبط، وقبل ما الباكج تطلع من عندها بتعمل لها ساين، بتمضي عليها كده تقول لك ان الباكج دي طالعه من عندي بالظبط. طيب انا اسالك سؤال غريب شويه، هو انا دلوقتي لو جيت قلت لك ها ان العقد الفلاني دول، او انا معايا عقد بيت وعقد البيت ده بيقول ان الملكيه بتاعتي، اي ختم كده بتبص عليه تقول اه ده الختم ده موثوق فيه ولا لا؟ اي ختم كده ولا اختام معينه؟ اختام معينه صح. طيب بكل بساطه، بكل بساطه، طالما هي اختام معينه مش انت لازم تكون على الاقل شفت الختم ده مره واحده قبل كده؟ مش لازم تكون حفظته في ذاكرتك شفته قبل كده؟ يعني انت ايه اللي بيخليك دايما تثق في ختم النسر؟ يعني اي واحد كده لما يشوف ختم النسر دول ها بيثق فيه لانه شاف الختم النسر ده قبل كده صح. طب ما عشان انت تثق برضه في الكي بتاع ريد هات معناها ان انت لازم تكون شفت الكي ده قبل كده، لازم تكون شفته قبل كده صح؟ شيء منطقي جدا، زي بالظبط اللي جايب لك واحد جايب لك عقد بيته بيقول لك العقد ده يا عم ممضي من السجل المدني، تمام هو ممضي من السجل المدني، بس انت تعرف منين هو ممضي من السجل المدني من غير ما تشوف ختم النسر عليه؟ طب انت ليه وثقت في ختم النسر؟ لان انت شفته قبل كده صح؟ طيب الكيز بتاعت ريد هات بقى انت لازم تشوفها وتعرفها الاول، ها لازم الار بي ام تتعرف عليها قبل ما تبدا تستخدمها، تمام كده؟ طيب كلام جميل. الاول تعالى كده نشوف قبل ما تشوف ختم النسر ده او قبل ما تترست الباكج ايه اللي هيحصل، وبعد ما نشوف ختم النسر ونحاول نقارنه بالباكج ايه اللي هيحصل. فلو عندي باكج كده لسه مش انستولد، فرضا ان هي مش انستولد وعايز اتاكد منها، ممكن اقول له كده rpm -k
للباكج بتاعتي اللي اسمها HTTP. خلاص بص لي هنا كده، قال لي ان الـ RSA والشا والبي جي بي بتاعها والام دي 5 كمان كلهم اوكي، ده كلهم تمام، ده الباكج دي تمام. انت عارف ليه؟ عارف ليه؟ حد فيكم فاكر امبارح لما جيت عملت يام انستول وقال لي اعمل امبورت للكي او اعمل اكسبت انستول، او اسف الكي بتاع سنتوس مش عارف ايه، وقلت لك اعمل اكسبت له؟ احنا ساعتها حرفيا شفنا الكي بتاع سنتوس، الباكج بالمناسبه جايه من سنتوس مش من ريد هات، ها؟ فاحنا امبارح لما عملنا اكسبت للكي بتاع سنتوس ايه اللي حصل؟ خلاص انا عرفت الكي دون، معنى كده ان اي باكج جايه من الناس بتوع سنتوس ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هثق فيها، خلاص بقت موثوقه بالنسبه لي. طيب كلام جميل. طيب تعالى كده، لو انت عايز تعرف ايه الكيز اللي انستول اللي عندك، كنت اقول له كده rpm-qa grep-irpm-gpg مش موجودة. طيب تعالى كده نجرب rpm بس، او تعالى نجرب كي كده اهو، بص لي كده، ده الكي اللي انا وثقت فيه امبارح بتاع سنتوس اهو، مرة تانية، ده الكي بتاع الناس بتاع سنتوس اللي انا وثقت فيه امبارح. طيب تعالى كده اشوف لو حذفت الكي دول هل الباكج هتبقى موثوقه بالنسبه لي ولا لا. خلاص هشيله من الذاكره بتاعتي، هشيل ختم النسر من الذاكره. خلاص rpm داش اي للجي بي جي داش بوب كي، تعالى ناخده كله كده كوبي بيست بدل ما انا معذب نفسي ومعذبكم معايا. خلاص على كل التوزيعات اللي بتستخدم الار بي ام، على كل التوزيعات بتستخدم الار بي ام، وبرده نفس الحكايه على التوزيعات بتستخدم ديبيان بس اوامر مختلفه شويه، ماشي كده. طيب بص لي كده بقى دلوقتي، هل انا بثق في الكي دون؟ هل الكي بتاع سنتوس موثوق بالنسبه لي؟ لا. ليه؟ لان حذفت الكي بتاع مين؟ بتاع الناس بتوع سنتوس، معنى كده ان اي باكج جالي من سنتوس مش ايه؟ ها مش تراستد. فبص دلوقتي لما جيت اعمل فيريفاي كي معناها تشيك تشيك، خلاص تشيك، بص لي كده ايه اللي حصل؟ قال لك لا يا عم الميسنج كيز، انا ما اعرفش مين الكي ده بالظبط. بص كده رقم الكي ده، وبص لي كده رقم الكي ده، ها هما الاثنين واحد صح؟ بص لي كده المره دي قال لي ايه؟ ها قال لي نوت اوكي. من شويه كان بيقول لي ايه؟ الدنيا تمام. طيب ده معناه حاجه واحده بالنسبه لك، ان انت مش اي باكج تعمل لها داونلود تقدر تعمل لها انستول كده وانت مطمن، لا ده انت المفروض الاول ها تشوف الكي بتاعها، هل الكي ده مطابق للباكج دي ولا لا. عارف ليه؟ لان ممكن اي حد يديك باكج بس الباكج دي يكون حاطط لك فيها خازوق، يكون عدل في الباكج دي وحاطط لك فيها باينري يتجس على سيستم عندك، يعمل يفتح لك باك، يفتح له باك دور بقى في اي لحظه، ماشي ماشي كده. طيب كلام جميل. عشان تحل المشكله دي، اي باكج قبل ما تعمل لها انستول لازم تعمل لها الاول ايه؟ ها لازم تعمل لها فيريفاي عن طريق ار بي ام داش كي، والكي هنا كابيتال. ها طيب، طب لو انت اصلا مش عارف عن الكي، لو انت عمرك ما شفت الختم اصلا بتاع النسر ده، عمرك هتثق فيه؟ يعني انت عمرك ما شفت ختم النسر، لو حد جاب لك ورق على ختم النسر ده هتقول له ايه؟ هتقول له يلا يا عم اجرينا اتكل على الله، صح؟ شيء منطقي يعني. طيب كلام جميل. طيب لحسن الحظ هتلاقي عندك ان الكيز بتاعت سنتوس هتلاقيها موجوده كلها، لو جيت دخلت كده اي تي سي ار بي ام، لا اي تي سي بي كي اي ار بي ام جي بي جي اهو، هتلاقي دايما الناس الديفلوبرز بتوع سنتوس وبتوع ريد هات الاثنين بيحطوا لك دايما الكيز بتوعهم فين؟ ها في المكان ده. فانت ممكن تخش المكان ده كده وتعمل امبورت لمين؟ للكيز اللي موجوده عندك. فانت ممكن تيجي هنا وتقول له كده ار بي ام داش داش امبورت للكيز اللي موجوده عندك دي. بالمناسبه هتلاقي في عندك الكرنت كي، وهتلاقي عندك التستنج كي، وهتلاقي عندك الديباج كي. خلاص
فهتلاقي اكتر من كيس موجوده، والثلاثه جايين من الناس بتوع سنتوس، الثلاثه من الناس بتوع سنتوس خلاص. فانت ممكن تنستول كلهم مع بعض كده، انت متاكد ان الكيز بتاع الناس بتوع سنتوس دول موثوقه بالنسبه لك، فايه اعمل لهم امبورت كده، عملنا لهم امبورت. بص كده لو جيت افيريفاي الباكج بتاعتي مره ثانيه، تعال فيريفاي كده ايه اللي حصل للفيريفيكيشن. ها ايه اللي حصل لها؟ قال لك المره دي انا اتاكدت ان الباكج دي موثوقه ومفيش فيها اي مشاكل، لانها جايه من مين دلوقتي؟ ها، لانها جايه من الناس بتوع سنتوس. معنى كده ان لو اي واحد اداك دلوقتي باكج وقال لك مثلا خد يا عم اعمل لي انستول الاوراكل دي، هتروح زي اللهبل كده بكل غباء وتنستول كده على طول مباشره من غير ما تعمل فيريفاي، ولا المفروض تعمل فيريفاي الاول؟ المفروض تعمل فيريفاي الاول. طب عشان تعمل فيريفاي معناها ان انت لازم تعمل ايه؟ ها، لازم تجيب الكي بتاع مين؟ بتاع الفندور ده. ولو خدنا مثلا كاوراكل كمثال او سبلانك كمثال، المفروض تجيب الكي الاول بتاع مين؟ بتاع سبلانك، تعمل له امبورت. بعد ما تعمل له امبورت تفيريفاي الباكج، لو والله لو كل حاجه تمام اعمل انستول، لو ما لقيتش الدنيا تمام انصحك ما تعملش انستول، لان انت كده بتلبس نفسك حرفيا، انت كده بتنستول ان تراستد باكج، وساعتها الله اعلم بقى الدنيا تمام ولا في حد عدل لك فيها. هتقول لي طب ما حلو جدا، طب ما انا ممكن اخد الباكج واعدل فيها. اقول لك ثانيه واحده، اي تعديل، وهنتكلم على موضوع الجي بي جي ان شاء الله بشكل مفصل قدام، البي جي بي هنتكلم عليه هو والجي بي جي، موضوع الكيس ده، اي تعديل حرفيا ايا كان في الكونتنت بتاع الباكج دي، اللي هيحصل للكي انه عمره ما هيبقى ماتشد مع الكي اللي عمل لها ساين اول مره. يعني لو انت جيت خدت باكج دلوقتي وجيت فكيت الملفات اللي موجوده فيها وجيت عملت لها ريبيلد بنفسك، عمر الكي نفسه هيتعمل له ماتش، عمره ما هيبقى ماتشد لو اتنططت كده جنبه للصبح. لو انت عدلت في الكونتنت بتاع الباكج برضه الكي عمره ما هيماتش، خليك فاكر الحكايه دي. معنى كده ان لو حد عدل في اي حاجه في الباكج واداك باكج فيها خازوق، خليه يضرب راسه في الصبح، يضرب راسه في الحيط للصبح، يعني مش فارق معاك في اي حاجه. ها، حد فيكم عنده اي مشكله كده؟ ها، حد عنده اي مشكله؟ يبقى المفروض قبل ما كنت تعمل انستول تفيريفاي الباكج اللي موجوده عندك دي، وباكد عليها مره تانية وثالثه لانها مهمه جدا. ماشي، طيب خلاص ماشي. احنا خلصنا كده، يعتبر خلصنا الار بي ام النهارده والحمد لله. لا لسه هنتكلم على الريبو، لسه هنتكلم على الريبو ان شاء الله، لسه هنتكلم على الريبو، ما تستعجلش بس على رزقك. ان شاء الله بكره هنعمل الريبو خلاص، وايه كمان، وهنحاول نستول بعض السوفت وير من السورسز، يعني نستول سوفت وير من السورسز بكره ان شاء الله. ماشي، بكره ان شاء الله ميعادنا، صح بكره ميعادنا ان شاء الله، ممكن نكمل بكره باذن الله. يعني يعتبر خلصنا النهارده، اشوفكم على خير بكره ان شاء الله، وتصبحوا على خير. خلاص، اكيد بيديك تحذير، يعني لو الباكج دي انتراست هيديك تحذير بالمناسبه. يعني تعالى كده نريموف الكي بتاعنا. عملت ديليت للكي اهو، خلاص تعالى كده نعمل يام ريموف اتش تي تي بي دي. وبعد كده يام انستول اتش تي بي دي. بصوا لي كده، سواء انت بتستخدم اليام، بصوا لي ايه اللي حصل. لو انت بتستخدم اليام طلع لك ورنينج اهو، وبيقول لك ها الكي مس ماتش، هنا في كي مس ماتش موجود عندك، فعايز تاكد ولا لا؟ وده اللي حصل لنا امبارح، ده احنا شفناه امبارح. عايز تكمل قول له واي، لو قلت له واي هيعمل ايه؟ هيعمل امبورت للكي، لو قلت له ان هيعمل ايه؟ هيوقف الانستوليشن تماما. طب لو انت جيت عملت له ار بي ام داش اي في اتش الاسم الباكج دي، ار بي ام هيعمل له انستول بس هيطلع لك ورنينج هنا اهو. الار بي ام هيكمل ويعمل انستول بس هيطلع لك ورنينج هنا. خلاص كده؟ يبقى اليوم لو انت رفضت امبورت الكي هيعمل ايه؟ هيرفض ان هو يكمل انستوليشن. وضحت؟
الحمد لله يعتبر كده خلصنا النهارده موضوع الار بي ام. يبقى كده خلصنا الار بي ام وخلصنا اليوم، فاضل لنا نعمل اليوم سيرفر بكره ان شاء الله وننستول السوفت وير من السورسز، ويبقى احنا كده تقريبا خلصنا التراك الثاني، تقريبا خلصنا كده، خلصنا ان شاء الله. ماشي، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.